مصر بلد الحضارة، وحتى الآن لم تبح بكل أسرارها إلى العالم كله، وإحنا لسه بنفتش في كل الأسرار. كل حاجة جميلة في الحضارة المصرية القديمة. عند مصر القديم مش هتلاقي بس زي ما احنا شفنا يمكن في الفاصل معانا أبو الهول والأهرامات والهرم المدرج، لا هتلاقي كمان خبايا انت لسه ما عرفتهاش لحد دلوقتي. هتلاقي كمان مهارة الأيدي العاملة، ربما يكون الناس مش قادرة تشوف بعض الجوانب غير الحاجات الظاهرة قدامها الكائنة، لكن ايه اللي ورا ده؟ طيب الذهب عند المصري القديم ايه سره؟ وكان بيستخرجوا الذهب ده ازاي؟ والاماكن بتاعته موجوده فين؟ وازاي كانوا بيستخلصوا الذهب الخالص بهذه المهاره وهذا الاتقان الرهيب؟ وازاي قدروا يحطوه كمان على المعابد دون ان يتغير لونه حتى الان؟ كل هذا واكثر هنقترب منه ونقترب من اسراره مع المؤرخ والباحث في علم المصريات دكتور بسام الشماع، ضيفنا في استوديو 8 الصبح. صباح الخير يا دكتور، اهلا بيك منورنا. اهلا بيك. حاجات كتيره جدا بصراحه، عايزين برضو نسرع الايقاع شويه عشان نقدر ان احنا نستفيد بوجود حضرتك معانا. بدايه كده، الايدي العامله عند المصري القديم ازاي كانت مميزه، وكيف السبيل ان هي كانت تحقق دائما الاتقان والابداع؟ ازاي ده كله كان بيتم دائما في الحضاره المصريه قديما وحديثا وان شاء الله مستقبلا يا رب؟ السبب بتاع التفوق هو الايد، الفكر والايد، والاثنين دول اتقابلوا في العامل المصري القديم زي ما هي متقابله في العامل المصري الحديث. ناخده مثال، لما حضرتك قلتي الاهرامات ونحت ابو الهول وكل هذه الانجازات العظيمه، ان انت تشيد مسله 325 طن قطعه واحده من الجرانيت وتوقفها بدون اي اسمنت تحتيها او بدون اي نوع من انواع التثبيت، وتقف 3000 سنه وي في معابد الكرنك، والناس لغايه دلوقتي تروح تبص عليا في حلقه دي، عايزه حلقه دي يا دكتور. وانا شخص يعني حقيقي، وانا شخصيا بقف قدامهم لغايه دلوقتي بعد 40 سنه برضه في حاله انبهار. وبمناسبه الناس اللي بتقف قدامها يا هبه وبتقف قدام اثارنا، عايز اجيب لكم خبر حلو طازه. اول امبارح واول كنت في المتحف المصري في إلقاء المحاضرات في التحرير، وشفت منظر السياحة بأفواج كثيرة. الحمد لله رجع تاني منظر جميل كنا لمدة طويلة افتقدناه. المنظر بقيت عمال أقول للطلبة يا جماعة بصوا العدد الكبير دوت اللي واقفين عشان يخشوا المتحف المصري. ده عدد إحنا ما شفناهوش، بدأنا نشوفه السيزن ده. يا رب يا رب السيزن إن شاء الله يكمل ويبقى أكتر. بس بصراحة أنا بطمنكم، المنظر في المتحف المصري بالتحرير منظر فرحنا وأثلك صدورنا وعدد سياح كبير قوي. أكيد. نرجع تاني للإيد العاملة. فالإيد العاملة النهاردة مش هكلمكم على الناس العظماء اللي بنوا الأهرامات، وهم دول يعني أنا بقول تملي إيه الهرم المصري لصاحبه خوفه. ما بقولش عليه هرم خوفه، لان هو صاحب الهرم الاصلي هو العامل اللي قطع في المحاجر. والعامل اللي قطع في المحاجر ده كان له طاقات يوميه، كان له ماكولات، كان عمال الهرم دول بيتذبح لهم الابقار والماشيه عشان ياكلوا لحم طازج. كان بيتعمل لهم عيش سخن في افران عشان ياكلوا عيش سخن هم بيشتغلوا. كانوا بياكلوا سمك، تم اكتشاف عظام السمك اللي كانوا بياكلوه. فاذا دول عمال كانوا مدفوعي الاجر، كان لهم اكلات، كان لهم راحه. اللي جايه بقى، كان بيشتغل العامل الكفء المصري اللي حضرتك بتتكلمي عليه النهارده ده، كان بيعمل لمده 9 ايام في الاسبوع. تاني ازاي 9 ايام في الاسبوع؟ انا عارف ان ازاي دي كل مصر. انا قلت حضرتك هتقول 24 او يعني 24/7 يعني 24 ساعه في 7 ايام، لكن 9 ايام الارقام عنده. لا انا اعني 9 ايام في الاسبوع، وفي بعض الاحيان 8، وكان بياخد يوم او يومين اجازه في الاسبوع، لان الاسبوع في مصر القديمه كان 10 ايام، ما كانش اسبوع 7 ايام، يعني سميه عاشور بقى 10 ايام. لان هو 10 ويلفوا 10 تانيين ويلف ويقسم الشهر. التقويم المصري القديم العبقري اللي اعتمد عليه التقويمات الجريجوري واليولياني اللي انت شغاله بيها دلوقتي في العالم كله، اعتمدت على هذا ان هو ده معناه انه اسامي الايام كانت مختلفه على متقسمه على 10 ايام. يعني تسميه الاسماء دي بتاعت الايام دي اللي هي بتاعتنا ديت او بتاعت اليونان او بتاعت الرومان دي ما كانتش لسه شويه، او حتى كمان في الحضاره الابيض. لكن هم قسموا الشهر لثلاث اسابيع او ثلاث عشرات بقى لو هنسميها كده، كل اسبوع 10 ايام. فعرفنا من
دير المدينه اللي هي المدينه اللي اتبنت مخصوص عشان العمال، عمرك شفتي؟ يعني فكره عبد الناصر لو تفتكروا مدينه الالومنيوم في الصعيد جنب مصنع الالومنيوم، بحيث العامل يبقى عايش جنب المصنع بتاعه، دي فكره مصريه قديمه عملها الملك المصري قديم زمان لما عمل دير المدينه، اطلق على دير المدينه، هي قريه العمال. وسموها مكان الحقيقه، العمال كانوا عايشين في حته اسمها مكان الحقيقه. مكان العداله. مكان ماعز. ده مقرهم؟ ده كان المقر بتاعهم وقت الشغل بتاعهم، تروح لغاية النهاردة تلاقي بيوتهم ما زالت الأطلال بتاعتها موجودة في دير المدينة في البر الغربي من الأقصر. إذن كان ليه بيته، كان بياخد عيلته معاه علشان ما يفتقدهاش، يشتغل ينحت في وادي الملوك أو وادي الملكات، يبدأ الشغل بتاعه. ورش المعادن اكتشفت في البر الغربي من الأقصر، إذن في ورش معادن كانت بتتعمل علشان القلاد، ورش معادن اكتشفوها حديثا على فكرة، وكان في ورش معادن قريبة من وادي الملوك وجوه وادي الملوك كمان علشان الشغل يطلع طازة، يعني تطلع مثلا القلادة أو تطلع حاجة. زمان كانوا بيعملوا حاجة اسمها الصدرية، الصدرية دي الملك كان بيلبسها على صدره كده هوت ويعلقها كده فوق. تعال نشوف الصورة الأولانية، وهتشوف مثلا من ضمن الحاجة، بصي تتكلمي عن الكفاءة، تتكلمي على الذهب، تتكلمي على التشكيل، تتكلمي على هذا الصقر العظيم اللي فوق راسه فيه القرص الشمس العظيم. الأحمر هيبقى كارنيليان، ده حجر كريم وشبه كريم، الغرب كله بيتجنن بيه، اللي هو العقيق الأحمر. هتلاقي فيه حاجة اسمها جلاس بيست، العالم كله بيذاكرها، اللي هي عجينة الزجاج. لما كان ما بيقدرش يجيب حجر غالي، يعني مثلا البلو لابس لازولي اللي هو اللازورد، خلاص ده بيتجاب من حتت في آسيا بعيدة، فلما ما كانش يقدر يجيبها فيروح عامل بالظبط، يروح عامل نوع من انواع البيست، نوع من انواع العجينه، ومن العجينه دي يلونها ويروح حاططها، فيروح حاططها جنب الذهب. فيبقى بالمنظر ده كمان ذكي، يعني هو كمان بيتصرف. انا قصدي اقول لك، ايوه، عندك الايفري اللي هو نوع العاج، تمام كده هوت. ولو شفنا الصوره اللي بعديها هنشوف، بس قبل ما نروح احنا عايزين نعرف رمزيه الصوره دي، لان برضو حضرتك عندك ابعاد كتيره جدا في كل اللي احنا بنعرضه. أشكرك. الحاجه الثانيه برضو، الالوان ازاي قدرت ان هي تحتفظ بالبهاء والنفس العظمه بتاعته كانه لسه معمول؟ اختيار الذهب، السؤال اللي حضرتك سالتيه في الاول ده، ليه اختيار الذهب؟ لان هو من ضمن الاسباب ليه اختار الذهب. الذهب لا يصدأ، الذهب باقي، وهو تملي مصر القديم كان عشان هو باقي الابديه. ما هو دي جزئيه، ولكن هل هو فعلا كان المعدن الاوفر عندنا؟ هو مش الاوفر، وعلى فكره بالمناسبه مش الاسهل، لان في ناس متخيله خلاص هيروح النوبه نوب بالذهب، ذهب نوب هيروغليفي نوب نبو نوبه تحفه، والجنوب العظيم والمناجم العظيمه، لكن الذهب ما كانش بيتجاب من النوبه بس، كان بيتجاب من حتت ثانيه. بس انا عايز اجاوب على حضرتك على سؤالك بالنسبه للصقر الرهيب بتاع توت عنخ ايمن، ده الجميل الرائع ده بتاع كفاءه مصر القديم. فلو بعد اذن سياده المخرج والمعدين الجمال يرجعونا للصقر ثاني، علشان هقول لكم حاجه عجيبه جدا عليه. انت شايفه الصقر، وكلنا عارفين حر، حر الحر اهي في العربي، تفتحي قاموس العربي تلاقي الحر الذي يطور بحر، الذي يطير بحريه، يبقى حر، حر هيروغليفي، حورس بعد كده يوناني، تمام، تعظيم سلام، بس حر هيروغليفي، يبقى هو اسمه حر ام حب، مش حر محب، تمام. الملك ذات نفسه بس حته كده هيروغليفي، حر ام حب، مش حور ام حب، ده حصل بعدين التسميات دي، تمام. حر، طيب حر ام حب يعني حر في عيد. لو رجعنا تاني للصقر، هتلاقي الصقر ماسك في ايديه الاشاره بقى والرمزيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. هتلاقي ماسك في ايديه اشكرك العنخ يمين وشمال، في عندك العنخ اشكرك، وفينا لسه بنلبسها لغايه دلوقتي العنخ، حتى في بنات كده بتحب تلبسها في صوابعها وفي ايديها زي هبه كده، وساعات بيلبسوها كعاملت او كقلاده في سلسله او في حتت تانية. وفي كمان رجاله بيحبوا يلبسوها بروش كمان على البدله. فده بالنسبه للعنخ. عنخ يا جماعه مش مفتاح الحياه، ابوس دماغكم من فوق، ما فيش حاجه في مصر القديمه اسمها مفتاح الحياه. عنخ فعل المعيشه، تو ليف، فاكرين فيرب تو بي اللي كلنا درسناه في المدرسه واحنا صغيرين ده، تو بي اور نوت تو بي بتاع شيكسبير دي؟ لا، ما الحياه برضه هي نوت عنخ حياه، انما مفتاح دي جبناها منين؟ معرفش. طيب نرجع مرجوعنا، يبقى اذا حياه توت عنخ ايمن، الصوره العايشه للشمس، الصوره الحيه للشمس. عشان كده غلط انك تقول توت وتسكت، لانك لو قلت الملك توت وسكت يبقى الملك صوره، ما عندناش ملك اسمه ملك صوره، بقيه الاسم يعني عشان يكتمل المعنى. معانا النهارده الضيف الاستاذ باء، مش بسام، بالظبط كده، انت عملت كده. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. ماسك في ايديه دايرتين مهمين جدا يا هبه، مش دي اقراص الشمس ولا حاجه ثانيه؟ تخيلي، لا هو قرص الشمس ده اللي فوق راسه، لكن هو ماسك في ايديه حاجة اسمها شان بالهيروغليفي. شان دايرة،
والدايره لا نهائيه، صح؟ لو انت رسمت لي دايره قلت لي بس انا بدات فين ونهيت فين، ما فيهاش الدايره ديت بلا نهايه وبلا بدايه. أيوة. فهو اخذ الدايره وقال دي الشن الابديه، يبقى هو كانه بيمسك الابديه. خلاص، فدي الرمزيه بتاعتها، العالم الاخر دايما. عشان كده برضو لما قالوا الذهب ياخدوه معاهم في المقابر، ده برضو فكره الابديه او الحياه الاخرى. وكان بالمناسبه الذهب في الاسطوره وفي الديانه المصريه القديمه كان جزء من جسم المعبود كمان، فبالتالي اعطيك الذهب كانت لما واحد يتجوز واحده كان يعمل لها المهر بتاعها فضه. فيقول لها اعطيك 3 قطع من الفضه، يكتب كده في العقد بتاع الجواز ان الفضه كانت اغلى عشان هي كانت الاندر. اشكرك. يبقى هنا الندره اللي حضرتك بتتكلمي عليها. وبعدين راح كاتب ايه؟ واذا تركتك تذهبي، يعني لا قدر الله في انفصال، ازيد قطعتين من الفضه، مؤخر صداق. مؤخر. فين؟ من 4000 ولا من 3000 سنه في هذا الاحترام للمراه في اي حضاره في العالم. جميل جميل. نشوف الصوره اللي بعدها. دي الصدريه بقى، دي كان بيبقى لها بتاع يعني حملتين من فوق كده اهو، وكانت بتتلبس كده على الكتف، ودي كانت بتبقى على الصدر. طبعا توت عنخ امين مره ثانيه بيتالق. لو بصينا على الرمزيه، بما ان انت بتحبي الرمزيات والاشارات المصريه القديمه، هتلاقي توت عنخ امين ذات نفسه. لو عرفت حضرتك تكبر لنا صوره الراجل الجميل اللي واقف دوت ومعاه الشخصيات دي، يبقى هايل. هتلاقي توت عنخ امين لابس الخبرش اللي لونه ازرق. الخبرش اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. حبيبي كهو، ده انت بتحبي قوي التاج ده، اللي هو الفوزه الحربيه. خبرش او التاج خبرش بتاع تاج الايه الحرب. طيب يا بسام، خبرش وتوت عنخ امين، توت عنخ امين ما عملش حروب، لابس خبرش ليه؟ لان هو بيرضى بيقول لك ان انا شخصيه عسكريه. يبقى هي دي قائد الفكرة. قائد عسكري حتى لو مش هعمل معارك. قدامه راجل، شوف الشغل. يا سلام، قدامه راجل طالع من راسه فيه رشتين. ده ايمن رع. ايمن رع احنا هنسميه امون رع. ايمن رع. طب ليه رشتين يا بسام؟ ليه الشمس ليها رشتين هنا؟ لان هو الذي يحرك الرياح بلحظه، هو اللي بيحرك الرياح بمزاجه، يعمل ريش كده يحرك الرياح. ايوه كويس. والارباب وبيديله على فكره اللي في ايديه اللي بيديه له ده، دي سنين. سنين، اعوام، بيدي للملك اعوام من الحياه، بيديله اعوام من السنين. بتتكلم كله رمزيه بقى يا دكتور. اتفضل. يعني برضو معانا صورة تالتة عشان نتكلم عليها باستفاضة. جميلة بقى طبعا، يعني هنلاقي الصحراء العظيمة والصحراء الثرية. تملي الصحراء في مصر يا جماعة غنية. يقول لك الصحراء nothingness، لا ده الغرب اللي سماها nothingness اللي هي اللاشيئية دي. لا يا جميل، ده انت كل سنتيمتر واحد هتلاقي الموضوع ده فيه. وبالتالي المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ده منظر لوادي الملوك. الفتحة اللي انتم شايفينها على يمين الصورة دي، ديت مقبرة 62، المقبرة رقم 62، وهي مقبرة توت عنخ امين اللي اكتشفت 4 نوفمبر جاية اهو ان شاء الله 1922 عن طريق حسين الصبي اللوسوري وليس هاورد كارتر في الاول. أيوة. وبعدين بعد كده هاورد كارتر لما دخل على المدخل تحت بعد 16 سلمة، السلمة الاولى اكتشفها حسين وقال كلمته الشهيرة اكثر يوم جمالا في حياتي. ده هاورد كارتر قال كده لما وصل للمدخل. بما ان حضرتك ذكرت توت عنخ امين، لازم نتكلم على الملك الذهبي، وانه لما مقبرته اكتشفت لقوا كل حاجه موجوده فيه. ده لسه التاج هنروح له دلوقتي، لكن الحاجات اللي هي كل ما له علاقه بتوت عنخ امين لقوها بالذهب. ليه فكره الذهب مع توت عنخ؟ نسبه كبيره جدا فعلا من ال 5398 قطعه. عمرك شفتي في مقبره اللي هم هيبقوا في المتحف؟ هي واحده من الاصغر اللي هينقلوها كلها بقى خلاص. حتى انا كنت في المتحف من يومين كده، فنقل كتير جدا بيحصل. لكن ان انت تلاقي في مقبره، هي تعتبر واحده من اصغر 5 مقابر في الوادي. اذ كانت في اصغر مقبره كان في 5300 وهي قطعه. ايوه، بهذا الاداء وبهذه الكفاءه العماليه اللي اتكلمنا عليها. اما المقبره زي بتاعه حتشبسوت 214 ونص منحوته في الجبل. دي كان هيبقى فيها كام حته بقى؟ صحيح. دي اسكان الزغنونه. فالنسبه الكبيره بتاعه الذهب، والذهب برضه مره ثانيه ما كانش بيجيب هو اصلا كفايه القناع بتاعه والتابوت بتاعه، يعني احنا بنتكلم في 10 و11 كيلو ونص من يعني برافو عليك. من الذهب، وبرضه مضاف عليه حاجات. وهنتكلم على حاجة تانية، منطقة كانوا بيجيبوا منها الذهب اسمها بئر أم الفواخير. المنطقة دي لازم كلنا نحفظها يا جدعان. أيوة. قفط القصير، أدي البحر الأحمر، أدي نهر النيل. 180 كيلو في كيلو 90 تقريبا، في حتة اسمها وادي الحمامات. المكان ده في حتة منجم ذهب
تحفة. والمصري القديم كان دائم الذهاب إليه. لو رحت هناك أخونا الأستاذ أحمد صور أسماء ملوك لن تتخيليهم، خوفو، جد فرع منحوتين هناك، منحوتين في منطقة بئر أم الفواخير، لأن كل العمال اللي راحوا علشان يعملوا توابيت يعملوا مقاصير من الأحجار وفي نفس الوقت يجيبوا الذهب من هنا. بس حضرتك علمتنا لما بيبقى الاسم محفور ده معناه انه كان في العصر بتاعه. ايوه يا فندم، لما احنا بنلاقيها في مثلا في مقبره او حاجه بنقول ده كان في العصر بتاعه او دي منسوبه ليه. نوع من انواع التوثيق، العامل بيعمل توثيق. لما اتوجد اسم رمسيس الثالث في السعوديه في محافظه تبوك، انت متخيله محافظه تبوك الجميله الرائعه، في حته هناك اسمها واحد تيماء، جنب واحد تيماء على فكره مع تبوك دي لو انت عديت سيناء المصريه العظيمه هتلاقي تبوك على طول. فهتبص هناك هتلاقي اسم رمسيس الثالث منحوت على تل صخري في السعوديه. واكتشفوه علمائنا اخواتنا في السعوديه. وده دليل على ان الرحلات التجاريه اللي كانت رايحه تجيب كمان البخور والذهب ومدين والتجاره مع مدين بين مصر ومدين في السعوديه، شايف الجزيره العربيه الجميله الرائعه، كانت شغاله. فبالتالي القوافل دي وهي جايه بتحط اسماء الملك وبتقول ان الملك ده هو سيد الارضين والى اخره، هو نوع من التوثيق لذهاب هذه القافله وعودتها. تاج الاميره سات حتحور يونت كان معانا دلوقتي وهنعرضه تاني مع الساده المشاهدين. حاسس ان انا مع واحده عامله ماجستير في الاثار مش موسيقية. التاج ده برضو يعتبر مميز. يمكن احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن تاج نفر تيتي. أو نفرت إيتي. حقي نفسك. بالظبط. التاج ده برضو شكل مميز. صحيح. ومختلف. إيه المختلف؟ أول حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفوها بالنسبة للتيجان حكاية الكوبرا سنيك ديت، حكاية ثعبان الكوبرا اللي في الوسط ده. دائما ثعبان الكوبرا منتصب واقف. ودائما نافخ او يعني الحته بتاعه الرقبه دي كده هتلاقيها متعرضه اللي هو وقت الانقضاض. بالظبط. انت لو شفتي الكوبرا سنيك او لو شفتي حيه الكوبرا هي حيه، وبعدين لما تبدا تقف علشان تعمل الانقضاض بتروح فرده الحته بتاعتها هتبقى اعرض وترجع ورا. بالظبط كده. فهو تملي حاططها وهي تملي حطاها على منتصف الجبهه في التاج علشان تبقى ردي، تبقى جاهزه للانقضاض على الاشرار او على الايه الناس اللي بتعمل اسفت. بالهيروغليفي في كلمه يا جماعه اسمها اسفت، اسفت يعني الشر. فهو تملي عامل حسابه ان في حد هيعمل معاه اسفت وهو في طريقه في الايه في الابديه. او هي في طريقها الى الابديه، في ارواح مش لذيذه هتطلع وهتحاول توقفك من ان انت توصلي للايارو للفردوس. فانت لازم تحمي نفسك طول الوقت. تحمي نفسك ازاي بقى؟ ان انت تحطي الكوبرا ديت كده اهو وانت عايشه تحمي نفسك، ده من وجهه نظره. وانت بعد كده في الرحله اسمح لي انا هرجع تاني للنقطه دي، بس برضه هنشوف مقتنيات الملكه حطب حرس. عشان حضرتك كنت بتتكلم على الملك خوفو، بنتكلم على قلائد وبتتكلم على سرير ذهبي، حته سرير عجيب. وهل هو فعلا السرير ده كان معمول بتقنيه وبشكل معين بحيث ان الرجل تبقى مرفوعه؟ يعني انا هرجع تاني للصوره دي لان فيها حاجه انا كنت عاملها من كام سنه أرجوك. موضه الفستان بتاعها. بس قبل ما اقول لك على موضه فستان الملكه الاميره الجميله ديت، عايز ارجع لك على السرير وعلى الكرسي. ولو رحتوا متحف الحضاره هتلاقوا في عاملين حته فيديو تحفه على كرسي بيوري لك بشكل بسيط بشكل عبقري ازاي الكراسي دي كانت بتتعشق في بعضيها خشبا وبعدين بتطلي بالذهب او بتطلي بالذهب وبالمواد. يعني هي كانت طلاء ما كانتش منها الذهب الخالص؟ منها طلاء ومنها بودره ومنها كمان رقائق، يعني كل الاشكال بتاعته عملوها. انت عندك مثلا المسلات، الهريم اللي بيبقى في اعلى الهرم اللي بيسموه بنبن بالهيروغليفي، ده اللي هو اعلى حته دي، ده بيتغطى بالكساء من الذهب الابيض. كان المصري القديم يسميه الذهب الابيض. الماده دي بالمناسبه اسمها الكترم. الكترم دي تبقى ذهب وفضه مع بعض. بتتوجد كده. ولما لقينا كمان الاساور بتاع الملك الملكه حطب حرس، حتب حرس. او حتب بقى حتب عشان الدكتور بس ما يزعلش منه. بصي برافو عليكي، برافو عليكم. لا بصي دي محطوطه كده وهم حاطينها فعلا في خشب عشان يبين لك، لان هي كمان هذه البانجلز زي ما بيسموها في الغرب او هذه الاساور دي ما بتبقاش. بصي ميزه المصري القديم هو ما كانش بيسيب لك حاجه كده يعني صماء. تملي كان بيزود، يا بيحط لازورد يا بيحط تركواز، لانه كان بيروح سينا يجيب التركواز من هناك، عشان كده سمى سينا المصري القديم تامر. على فكره نفس الشكل ده دلوقتي بيتعمل ديزاين. بالظبط. هم بيستفيدوا من ده، هم بيستفيدوا من ده. بما انك انت قلتي بقى نفس الشكل ده بيتعمل، هاتولي لو تسمحوا بقى الفستان اللي انت جايباه ده. طيب الست الجميله اللي شعرها اصفر دي اهو. الست ديت قلب الدنيا عندنا، دي عامله لنا دي ما بتنيمناش الست دي وما بتنيمنيش انا بالذات. اول حاجه شعرها بلوند
فبلوند في لا الدولة ولابسة القديمة تشوكر وكل حاجة. خلاص بلوند في الدولة القديمة لو نعرف نحطها على الشاشة كامل يبقى هايل. بلوند في أشكرك أشكرك. بص شعرها أشقر في الدولة القديمة، بتفكرني في أيام المماليك وأيام السيدات العظيمات اللي في التاريخ بتاعنا، يقول لك ايه؟ يقول لك فاطمه الشقراء كانوا يسموها كده، فاطمه شقراء. بس مش فاطمه الشقراء وقتها كان الويجز منتشره قوي. ده انا عايز اقول لك الاغرب من كده، ده كان الشعر الاسود هو اللي جذاب، فكانوا بيصبغ اللي كان الستات اللي شعرها اصفر اللي جايين بره من مصر في ايام المماليك كانت بتصبغ شعرها اسود علشان تبقى حلوه زي المصريه ومش شعر اسود. نرجع لدي، فدي شعرها اصفر. بسام سؤال، هل شعرها اصفر انها صبغت شعرها اصفر ولا شعرها اصفر انها جايه من اصل ليبي والليبيين كان شعرهم اصفر وعينيهم ملونه وبيض اياميها، وكمان لابسه تشوكر والفستان عامل الاوبليتات بتاعت الثمانينات والتسعينات الموضه صحيح. اللي على شكل هرم مدبب. هختم معاك بسؤال سريع، فضل. هل فعلا كانت الحلي بتستخدم خاصه الذهب كتمائم سحريه؟ ايوه، هم كانوا صح؟ بيحطوا التمائم ديت للحمايه، وكانوا بيحطوها ساعات كمان جوه لفائف الكتان بتاعت الموميا علشان تحمي المومياء للحياه الاخرى، لكن مش تمائم سحريه زي ما الناس بيقولوا دلوقتي ان هي كانت مش عارفه الرد حاجه بقى المطلقه والعين وبالقلب الحبيب والكلام ده. طبعا لا الخزعبلات كلها والعين اللي بتشيل الحسد والكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى هو الحامي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور بسام الشماع، البحث في علم المصريات، نورتنا وبنشكر مبارك. دايما حضرتك وبنسعد بوجودك معانا وبكل المعلومات اللي بتتقال. شكرا جزيلا. كل شكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم في 8 الصبح، تابعونا بعد الفاصل وفقره خاصه عن التخطيط والاسكان والمشروعات القوميه اللي موجوده دلوقتي تصحهم في هذه الفقره زميلتي داليا اشرف. بعد الفاصل تابعونا.